نشرة أخبار الخامسة والنصف وفيها بعض لحظات. تحديد تاريخ 26 من مارس 2020 موعدا لإجراء الانتخابات البلدية. تنويع المنتوج الفلاحي البيولوجي من أجل دفع عجلة الاستثمار والترويج الخارجي. وبوادر انتعاشة سياحية مع عودة نشاط عدد من الوحدات الفندقية بجزيرة جدة. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. قدمت اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خريطة الطريق لإنجاز الانتخابات البلدية التي وضعتها بعد الاتفاق مع رئاسة الحكومة. وقد دعا رئيس الهيئة كل الأطراف إلى التوافق حول هذه الخريطة قبل أن تتحول إلى رزنامة ملزمة لجميع الأطراف سيتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تحدية كبيرة تفرض إجراء الانتخابات البلدية، خاصة مع تراجع نسق العمل البلدي في مختلف جهات الجمهورية. صعوبات هامة تواجهها البلديات، لذلك فإن الانتخابات ستكون منعرجا في تكريس المبادئ الدستورية وفي إشراك جميع المواطنين في الحكم المحلي، حسب رئيس الحكومة الذي أكد أنه تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عديد اللقاءات التشاورية على اختيار يوم 26 من مارس 2017 تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية. الوضعية البيئية في جل البلديات وضعية تتطلب التدخل السريع وإنقاذ الوضع. وتاريخ الانتخابات سيكون يوم 26 مارس 2017. الانتخابات البلدية اللي الناس يحسبوها أسهل واحدة هي أصعب انتخابات، على خاطر عدد الدوائر تقريبا 10 مرات قد الانتخابات التشريعية، دونك هي أصعب. وين فما صعوبة أكبر فما تحديات أكبر. أكثر من 3.5 مليون تونسي لا يتمتع بتغطية النظام البلدي في تونس، رقم يؤكد ضرورة الترفيع في إحداث البلديات وتطبيق ما ينص عليه الدستور. يجب تعميم نظام بلدي لكل التونسيين. اليوم هناك 3.5 مليون توانسة لا يتمتعون بالخدمات البلدية، ووقع عرض هذا المشروع على 2 مجالس وزارية، وسيقع معناها في القريب العاجل قبل موفى هذا الشهر عرض هذا المشروع الذي سيهم يعني التغطية البلدية. سيكون هناك تقريب 350 بلدية تمكن من تغطية كامل التراب البلدي. كما حددت الهيئة ضمن الخارطة التسلسل الزمني للإجراءات، حيث تنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 من مارس 2017 ليتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد 3 أيام من انتهاء الفرز، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 7 من مايو 2017 بعد انتهاء إجراءات الطعون. أفاد المقدم بالأحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بأنه سجل أمس بجبل مغيلة من ولاية القصرين انفجار لغم، مؤكدا أن الانفجار لم يوقع أي إصابات في صفوف القوات العسكرية التي كانت تقوم بعمليات تمشيط لتعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبل. وأضاف الوسلاتي أن الوحدات العسكرية فككت وفجرت لغمين آخرين. أعلنت وزارة الداخلية العثور على جثة الطفل الذي تم اختطافه صباح اليوم بمنطقة الملاسين بالعاصمة، موضحة أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف الجاني والبالغ من العمر 25 سنة والذي تعمد اختطاف الطفل قبل ذبحه وإلقاء جثته بأحد الأحياء بمنطقة حي هلال بالعاصمة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن الوحدات الأمنية تقوم بالبحث في أسباب الحادثة والكشف عن ملابسات جريمة القتل. وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم عن حادثة اختطاف الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والذي كانت ترافقه شقيقته البالغة من العمر 11 عاما إلى حضانة المدرسية قبل أن يتم اختطافه من قبل شخص كان يمتطي دراجة نارية ويفر به إلى وجهة غير معلومة. الملف الفلاحي يأخذنا إلى ولاية باجة التي يتمسك عدد هام من فلاحيها بقطاع الفلاحة البيولوجية كخيار راهنوا عليه من أجل تحسين جودة المنتوج وإعادة المكانة لإنتاج طبيعي خال من كل التدخلات الكيميائية.
يراهن عدد من منتجي الثمار البيولوجية بولاية باجة على هذا القطاع كقطاع واعد يعد فرصة حقيقية لمصالحة المستهلك مع منتوج طبيعي. تقريبا في 7500 شجرة مشماش من الأشجار معناتها المتطورة فهمتي، واللي هي فهمتي تكون معناتها قابلة للتصدير. قطاع فهمتي تخدمه على الطريقة البيولوجية وحتى العادية وتدخل به المارشي معناتها السوق المحلي تبيعه فهمتي، معناتها أول حاجة تربح الأديم الأرض تبقى الأرض نتاعك لاباس والمردودية هي بيدها. نوعية المنتوج المتميز زادت في الإقبال عليه في السوق المحلية والعالمية، وهو ما يدعو الفلاح التونسي اليوم إلى تكثيف الإنتاج وتنويعه بالتعويل على يد عاملة مختصة على مدار السنة. ضيعة بيولوجية ما عندناش فيها حتى أمراض، معناها ناكلوا غل لاباس علينا، نبدو في صحة جيدة ومولد مورد رزقي. عام 12 شهر احنا طويكة في تونس ولت موجودة عملها الأدوية البديلة اللي هي بيولوجية فهمتي، على غير زيت النيم وعلى الحريقة اللي نعملوا فيها، معناها ما عندناش أمراض تمشي في السجرة وتعطي في فوائد كبيرة برشا، وما عندناش أمراض، ما عندناش مشكلة. تحب تختص في العنب تنجم تختص فيه فهمتي، تو تم شركات منتصبة في تونس فهمتي للمبيدات البيولوجية، معناها فهمتي تنجم تنحي لك المشكلة هذه. التعريف بالإنتاج البيولوجي وتقريبه من المستهلك بأسعار مقبولة قد تجعل منه مستقبلا مطلب المستهلك التونسي الأساسي للحفاظ على صحته وصحة أبنائه خاصة. النقص في مادة الزيت المدعم أمر يلاحظ على مدار السنة وليس حكرا على هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان المعظم، نقص يؤكده المواطن وتتحدث الجهات المسؤولة عن حملات مراقبة ودعم للمناطق التي تشكو غياب هذه المادة. منتصف نهار اليوم تترصف الصناديق الفارغة للزيت المدعم أمام الدكاكين لتجيب بنفسها على أسئلة الحرفاء. فما زيت نبات ولا فماش؟ لا ما فماش. عنده مدة النقص هذايا؟ أي صلوا برشا. احنا نهار كلنا وجعانين ما فماش. العطار كلنا وجعانين ما فماش منه. واللي تمشي له يقول لك مش موجود. ما تلقى حد حتى بلص يقول لك دينار و200. هذاك تلقى عنده يعرفك يقول لك دينار و200 مش بدينار. معناتها أكثر من سوم. أكثر من سوم. في الإطار هذا احنا وحدنا معناها زدنا راسلنا السادة المعتمدين في كل جهة وطلبنا منهم باش يحدونا المناطق اللي فيها نقص. والهدف هو باش نعرفوا معناها في أسرع وقت وين فما نقص وندخلوا عن طريق تجار الجملة باش نزودوا المناطق هذه خاصة تجار التفصيل الموجودة في المناطق هذيك، بالإضافة للخدمة اللي نقوموا بها كأعوان مراقبة اقتصادية. أكثر من 1500 طن نصيب صفاقس من هذه المادة شهريا بما يكفي لحاجتها وأكثر نظريا، إلا أن الفترة التي تسبق شهر رمضان عادة ما تشهد نقصا. مرده محاولة البعض تخزين الزيت لاستعماله لأغراض أخرى يمنع فيها استعمال المواد الغذائية المدعمة مثل المطاعم. دخلنا في إطار مراقبة عادية للمطعم هذه لقيناه يستعمل في الزيت النباتي المدعم اللي هو ممنوع عليه منعا بيت استعماله، دونك قمنا بحجز الكمية الموجودة وباش يقع تحرير محضر بحث في الغرة. عاملين حملة مستمرة من أمس حتى إن شاء الله لشهر رمضان في متابعة هذه المادة المدعمة والضرب على يد التجار الظلم اللي يحاولوا يتلاعبوا بالدعم لانه تعرف هذيك فوز الشعب. وبالاضافه الى تسيير حملات مراقبه مكثفه هذه الفتره ينتظر ان تدعم السوق بكميات اضافيه من الزيت المدعم الذي تخضع مسالك توزيعه اصلا الى مراقبه مشدده الى حدود بائعي الجمله. المناظرة الوطنية للتجديد تأتي نتائجها مرة أخرى لتؤكد المقدرة العالية للشباب التونسي في الاختراع وتطويع التكنولوجيا لفائدة المجموعة الوطنية. هو نموذج مصغر لأحد مشاريع التخرج متمثلا في إنجاز بيوت محمية تعمل بالطاقة المتجددة وببرمجة ميكانيكية متطورة. عمل على إنجازه كل من سالم بن سلطان وشريف العمري طالبين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، واحد من المشاريع الذي توج بالمرتبة الأولى في المناظرة الوطنية للتجديد لسنة 16 و2000. مشروعنا هو سيستم يخلي الفلاح يتحكم في البيوت المحمية في البيوت المكيفة يتحكم في درجة الحرارة وفي درجة الرطوبة وفي وقت السقي. نجم يكون مشروع ناجح ونجم يستغل زاد الفلاح هنا في الجهة بالخاصة هنا في توزر، خاطر توزر معروفة هنا بالفلاحة
وسورتو معناها ثم نخدموا بالبانو سولير والكونسونتاس سولير معناها هذه حاجه سمحه برشا هنا في توزر. مشروع هو يهدف اساسا الى تشجيع الشباب على الابتكار والتجديد وتطوير التكنولوجيا، لانه اليوم كما تعرفوا انه السوق اصبح سوق مفتوح. نماذج عديده من المشاريع والبرامج بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بتوزر تنتظر الدعم اللازم لبلورتها على ارض الواقع. مشروع مختص في إنتاج ما يسمى بالحاجز بالنسبة بالفرنسية إيزولان من مشتقات النخيل. اختيار مشروع الطالبين سالم وشريفة كنموذج مثالي في عالم التجديد والابتكار وبعث المشاريع هو واحد من جملة مئات المشاريع التي قدمت في هذه المناظرة الوطنية، قادرة على تقديم الإضافة في مجالات عديدة ومتنوعة لكنها تتطلب متابعة وإحاطة مكثفة لإنجاحها. تتواصل في صفاقس أزمة المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وإشكالية تعيين مديره العام. وفي آخر التطورات، نظمت اليوم مجموعة من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس تحت شعار سيب سبيطار تنديدا بما يحدث في المستشفى. ما يحدث في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس دفع بمجموعة من مكونات المجتمع المدني لتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار سيب سبيطار. مش مخلين الطب يخدموا، مش مخلين الممرضين يخدموا، مش مخلين لي زوفري يخدموا، وهذا علاش نشوفوا زادة حملة السبيطار. معناتها من جملة الحملة هو الوساخ نتاع السبيطار. شنو هذا ناتج على شنو؟ الحكاية طالت برشا، وإحنا نطالبوا بحاجة واحدة هي علوية القانون. ثم مدير تسمى بطريقة قانونية، إذا كان ثم ناس عندهم رأي مخالف فثم أطر قانونية باش يخالفوا الرأي هذايا. المحتجون تحدثوا عن ضرورة تطبيق القانون ومراعاة مصلحة المريض في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. الناس تجي من بعيد يخسروا في ركوبهم وما يلقاوش لا طبيب لا فرملية تتعاونهم لا عندهم الامكان، معناتها الحاجات البسيطة اللي في السبيطار نجمة ما هيش موجودة. احنا اليوم المجتمع المدني كنا حاضرين باش نقولوا نظف السبيطار. سيب السبيطار هي حركة تشير ولو من بعيد إلى ما يعيشه المستشفى لحبيب بورقيبة، بدءا بمسألة تعيين مديره العام وصولا إلى تزايد عدد المرضى من الولايات المجاورة وما يخلفه من اكتظاظ وتباعد في المواعيد. تشهد جزيرة جربة تعزيزات أمنية هامة استعدادا للزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي، حيث تعرف المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا ودوريات مشتركة بكل مداخلها. إلى جزيرة جربة دفعت وزارتا الداخلية والدفاع بتعزيزات أمنية وعسكرية تمركزت بمداخل الجزيرة الثلاثة البرية والبحرية والجوية، ورفعت درجة تأهبها وجاهزيتها للأقصى تأمينا لتظاهرة الزيارة السنوية لمعبد الغريب اليهودي بالجزيرة. بالنسبة للجاهزية اللي هنا على مستوى مداخل جربة اللي هي عند فوج النظام العام لوحدة التدخل بجربة، جاهزية 100% للانجاح الزيارة هذه الغريبة. بالنسبة لمهمة الغريبة، الناس كل متجندة من سواء حرس الشرطة جيش حماية مدنية، الناس كل متجندة تخدم 24/24 لنجاح هذه المهمة، نجاح مهمة الغريبة ونجاح الموسم السياحي. وداخل المنطقة السياحية نقاط قارة ودوريات متنقلة لوحدات إقليم الأمن الوطني بمدنينا مشتركة مع قوات الحرس والجيش الوطنيين، عززت من إجراءات المراقبة والتفتيش. يا خلود، ما أخواتنا من قبل احنا عايشين معهم، والمشكلة هم عرب وحني فهمتني، هم يهود وحني مسلمين، ما عايشين مع بعضنا كنا عرب فهمتني. وفي منطقتي سواني والرياض أين تتواجد الطائفة اليهودية وكنيس الغريبة، أحزمة متعددة ركزت بها. مش تتب الهم معنا شيء يا أخي، معنا حتى هايق، معنا حتى مشاكل. شو قال عنا مشاكل؟ شو تشك هاجيبولي شكون من أي طائفة؟ شو تشك هذا مشاكل؟ نخل نقول مشاكل تم حتى مشاكل. توانسة وعايشين معنا توانسة، بطبيعة توانسة هو دي بلادنا. يعني فرحوا بها العباد، يحبوا الزيارة ويحبوا العباد ويحبوا الزوث على الغريبة. في زيارة الغريبة السنوية مناسبة دينية للطائفة اليهودية والتظاهرة السياحية يرافقها نسيج أمني ينطلق من ولاية جابس ويمتد إلى معبري ذهيبة ورأس جدير الحدوديين. ومع انطلاق الموسم السياحي الجديد استؤنف نشاط عدد من الوحدات السياحية التي كانت مغلقة،
بالإضافة إلى الوحدات السياحية الأخرى والتي واصلت نشاطها منذ الموسم الفارط في المنطقة السياحية جربة جرجيس. مع استمرار عدد من الوحدات الفندقية بالمنطقة السياحية جربة جرجيس مغلقة وما خلفه ذلك من تأثيرات سلبية على العاملين بها، تواصل أخرى استعداداتها للافتتاح من جديد، فيما استؤنفت نزل أخرى نشاطها في مستهل موسم سياحي جديد. حضرنا رواحنا باش تكون الموسم السياحي هذا في أحسن الظروف، ونتمنى معناها فما حرفاء معناها من حسن الى احسن وبكم بعداد معناها وفيره بقدره الله. عندنا جنسيات المانيه فرنسيه توا، فما زاد كيف جنسيات روسيه. والله معاملين لربي باش نعاودوا نحلوا نهار 20 بالشهر الحالي، مازلنا 4 ايام ويوصل الحرفاء الاولين ان شاء الله. المندوبية الجهوية للسياحة بولاية مدنينة بالتعاون مع جامعتي وكلاء الأصفار والنزل بالجنوب الشرقية تفاعلت بدورها مع هذه الحركية المسجلة في عدد الوحدات المستأنفة لنشاطها. 18 وحدة سياحية تم فتحها بطاقة إيواء حوالي 9500 سرير، هي تنضاف للنزل اللي بقت مفتوحة من الموسم الفارط إلى يومنا هذا. دونك يقعدوا من 38 اللي كانوا سكروا 20 نزلة اللي هما إن شاء الله في طور الفتح. موسم سياحي جديد على الأبواب بين التفاؤل والحذر، يدعمه مؤشراته استقرار أمني وتحسين لجودة الخدمات ولا سيما النقل الجوي نحو مطار جربة جرجيس الدولية. هزيج الجبال تظاهرة فنية ثقافية احتضنها الفضاء المفتوح بجبل سمامة من ولاية القصرين. نقل خلاله المشاركون الذين قدموا من مختلف جهات البلاد فكرة واحدة مفادها أن جبال تونس فضاء للإبداع وليست وكرا للإرهاب أو الإرهابيين. ريحة البلادية زعتر وإكليل، روائح تسربت من عمق جبل سمامة لتنعش فنانين ومبدعين ومربين من مختلف ولايات الجمهورية قدموا ليزرعوا حبا، ليزرعوا أملا، ليزرعوا ابتسامة على وجوه أطفال منطقة زويد بن عمار بسفح جبل سمامة. أني كمواطن تونسي من المهدية جيت لهنا نحيي خاصة الأمنيين، ونحمد ربي أني عشت التجربة هذه فيها الظروف هذه في البلاد وفيها الإرهاب اللي قاعدين نعيشوا فيه، والجبال هذه اللي يقولوا عليها اللي هي معناها وكأنها خراب، هي مش خراب، فيها طاقات فيها إبداعات. المشاركون في تظاهرة أهازيج الجبال المنظمة من قبل جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا صغارهم وكبارهم نساؤهم ورجالهم من أهل البيت ومن خارجه غنوا للحياة وتوجهوا برسالة تحدي إلى من دنس غابات الزعتر والإكليل. الهدف من هذه التظاهرة هو مزيد تعزيز حب الأطفال لوطنهم ولأرضهم ولجبالهم الشامقة ورسم بسمة وأمل على شفاء هؤلاء الأطفال. وبالمناسبة عملنا الفضاء هذه كان مهجور معناها من طرف الأهالي، حييناه اليوم ببسمات متاع الأطفال وكل من احضر في التظاهرة هذه حط البسمة متاعه. لم تنتهي رحلتهم بغروب الشمس، ففي ضيافة أهالي سمامة قضوا ليلتهم، ليل لم يكن كعادته، ليل به أوقدت النيران وقرعت الطبول ورقص وغنى الحضور إلى أن أشرقت شمس يوم جديد. دائما في الشأن الثقافي والوجه الآن إلى جابس وبالتحديد إلى الحامة، إن احتضنت دار الشباب بالمنطقة تظاهرة التعريف بالموروث الثقافي للمنطقة من خلال مجموعة من الأنشطة والألعاب التي استرجعت التاريخ في ثوب جديد. تظاهرة ثقافية أقيمت بدار شباب محمد علي تضمنت لوحات تراثية عديدة جسمت عادات وتقاليد الحامة والألعاب الشعبية فيها. هي رسالة من الجمعيات والمجتمع المدني بالاشتراك مع دار الشباب محمد علي للشباب للاعتناء بالتراث ولتثمين هالتراث هذايا. حبينا نحيوا التراث لأن التراث بدي يندثر، وخاصة العادات والتقاليد اللي كنا نعيشوا عليها كيما الزاز، ونحاولوا أن نحيوا كرة المعقاف ونحيوا الخربقة وبرشة ألعاب عندها
عندها ذاكرة في خصوصيتنا. تظاهرة تم خلالها توزيع دفعة أولى من بطاقة شاب التي ستوفر لشباب المنطقة خدمات عديدة. إن شاء الله بشوق على توزيعهم تزامنا مع التظاهرة التنشيطية هذه في دار الشباب. تتخول البطاقة هذه؟ هي مجموعة من الخدمات اللي تخولها على مستوى معناها النقل والصحة الوزارة الشباب والرياضة بصدد التفاوض على مستوى الامتيازات اللي باش تخولها في هذه البطاقة. هذه التظاهرة الثقافية نظمتها دار الشباب محمد علي بالحمة بالتعاون مع جمعية الإبداع الثقافي وجمعية أحباء الثقافة ضمن شراكة كانت مثمرة. دائما في قابس وفي الحامة بالتحديد، أين تعزز المشهد الرياضي بقاعة للرياضات الفردية احتضنت بطولة محمد علي الحامي للرياضات الدفاعية. تعززت البنية الأساسية للقطاع الرياضي بالحامة بقاعة للألعاب الفردية. هذه القاعة احتضنت بطولة محمد علي الحامي للكونغ فو التي نظمتها جمعية الرياضات الدفاعية بالحامة. كلهم تاعها صارت معنا ب 800,000 دينار، وعندها تقريبا 6 أو 7 أشهر معنا من اللي حضرت، وعملنا معنا الافتتاح المدة الأخيرة، واليوم عندنا معنا دورة معناها قاعدين نشوفوا فيها، وبعد قاعد ناقصة شوية معناها ماتريال، وماذا بينا معناها من سلطة الإشراف معناها تزودنا بشويه هذايا. معنا التابي البساط ما فماش، الماكينات المسكلاسيون ما فماش، دعم الوزاره دعم ضعيف شاسر. بطوله عكست العمل المثمر الذي تقوم به هذه الجمعيه والاشكاليات المطروحه في الرياضات الفرديه على مستوى الدعم والتجهيزات. تظاهره مهمه برش، تجمع ما بين صنفين في العمر اللي احنا في النظام في تونس ما نقوموش به. احنا عندنا نظام اصاغر اواسط اكابر، مازلنا ما وصلناش نعملوا النظام الدولي اللي هو شباب اكابر. العديد من الرياضيين اكدوا ان الحامة قادرة على مزيد التألق في الرياضات الفردية متى وجدت هذه الرياضات التشجيع اللازم من سلطة الاشراف. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعالم. تحديد تاريخ 26 مارس 2000 موعدا لإجراء الانتخابات البلدية. تنويع المنتوج الفلاحي البيولوجي من أجل دفع عجلة الاستثمار والترويج الخارجي. وبوادر انتعاشة سياحية مع عودة نشاط عدد من الوحدات الفندقية بجزيرة جربة. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.